السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرة جديدة في الإصابات الرياضية بعنوان الأسس الوقائية من حدوث الإصابات الرياضية. طبعا الوقاية يعني مش عايزين نستنى لما الإصابة تحصل، لا، احنا بنحاول ان احنا نوفر الحماية الكاملة للعيبة بتاعتنا عشان ما تتعرضش للإصابات الرياضية، وده اللي هنعرفه ان شاء الله في المحاضرة بتاعت النهاردة. الأسس الوقائية من حدوث الإصابات الرياضية، طبعا رقم واحد الكشف والسجل الطبي، لازم يكون في كشوفات بشكل دوري وبشكل مستمر على اللاعب علشان نعرف اللاعب حالته الوظيفية عاملة ازاي، حالته الصحية، الكلام ده كله لازم نعرفه بشكل دوري وبشكل مستمر علشان نكتشف لو في لا قدر الله أمراض أو حاجة نكتشفها في أسرع وقت. النقطة التانية اللي بعد كده وهي الإحماء، طبعا الإحماء زي ما اتفقنا وده بيختلف على حسب ممارسة النشاط الرياضي، كل رياضة بيكون ليها إحماء خاص بيها، بيكون لها زمن خاص بالرياضة دي، طبعا بتختلف من كرة قدم لكرة يد لألعاب لعبة فردية لعبة جماعية، الكلام ده كله بيختلف طبعا. النقطة اللي بعد كده وهي أدوات الوقاية، وأدوات الوقاية ديت زي مثلا لو انت بتلعب كاراتيه بيكون مثلا في واقي الرأس، واقي الاسنان، لو انت مثلا بتلعب ملاكمة نفس الكلام، الكلام ده كله دي ادوات وقاية بيستخدمها اللاعب مثلا في رياضة المبارزة، بتبقى في بدلة مخصصة للمبارزة، المبارزة اللي هو السلاح او المبارزة ده او ده، هو يعني نفس الرياضة بينطلق عليها اسم المبارزة او السيف، بيكون ليها لبس خاص بيها، فكل دي الأدوات الوقائية لممارسة النشاط الرياضي. الاهتمام بالتوافق العضلي العصبي، اختبار الأجهزة والأدوات، المدرب الكفء طبعا علشان المدرب بيتسبب في إصابات فسيولوجية نتيجة الأحمال التدريبية الغير مقننة، فطبعا لو الاحمال التدريبيه مش مقننه اللعيب هيتعرض للاصابات، فطبعا عشان كده لازم يكون مدرب كفاءه علشان يقدر يعمل احمال تدريبيه مناسبه لسن اللعيبه، يعمل او يعمل وحده تدريبيه مناسبه للمرحله اللي الفريق فيها او اللاعب وصل لها. الملابس والاحذيه لازم طبعا تكون مناسبه لممارسه النشاط الرياضي. الحالة أو النواحي النفسية للاعب، طبعا الحالة النفسية مهمة جدا علشان كده لازم يكون في أخصائي نفسي في الجهاز الطبي للأندية، والعادات الصحية السليمة، طبعا كل دي أسس وقائية من الإصابات الرياضية. الوقاية من الإصابات، الوقاية من الإصابات يعني استخدام وسائل الحماية المختلفة في الأنشطة الرياضية، وده طبعا علشان نحافظ أو نوفر الحماية الكاملة للعيبة بتاعتنا، وبالتالي نقلل فرص تعرض اللعيبة بتاعتنا للإصابات. عندنا طبعا الوسائل ديت زي واقي الرأس، واقي الأسنان، الشنقار بالنسبة للاعبي كرة القدم، الملابس الخاصة زي ما اتفقنا في رياضة المبارزة، وطبعا الوقاية بتتحقق أو بنوفر حماية اللاعبين من التعرض للإصابة عن طريق المدرب، زي ما اتفقنا إن احنا لازم مدرب كفاءة علشان الأحمال التدريبية المناسبة لأعمار اللعيبة والأحمال التدريبية المقننة والإحماء الجيد والأداء المهاري والتغذية الرياضية والأرضيات بتاعة الملعب والأحذية الرياضية والأدوات المستخدمة في الأنشطة الرياضية. فاحنا علشان نحقق الوقاية للعيبة بتاعتنا من الإصابات الرياضية لازم أن يبقى فيه تخطيط للأحمال التدريبية مبني على أسس فسيولوجية سليمة علشان اللعيب ما يتعرضش لإصابات بنسميها إصابات الأحمال الزائدة أو بنسميها إصابات الحمل الزائد.
تاني نقطة وهي التوازن بين مكونات الحمل التدريبي من حيث الشدة والحجم والراحة، الاهتمام بعملية الإحماء الجيد، التنافس بين خصمين متساويين، النقطة اللي بعد كده عدم إشراك اللاعب العائد من الإصابة قبل اكتمال الشفاء، الاهتمام بالإعداد البدني المناسب والإعداد البدني الشامل للنشاط الرياضي، التدرج في التدريبات من السهل للصعب، عدم مراعاة أو معلش مراعاة الفروق الفردية بين اللاعبين، لأن طبعا كل لعيب عنده إمكانيات وقدرات مختلفة تماما عن اللعيب التاني، فما ينفعش أشتغل مع كل اللعيبة بنفس السيستم أو بنفس الوحدة التدريبية بتاعتي، علشان طبعا في فروق فردية بين اللاعبين. مراعاة الراحة البينية بين الوحدات التدريبية، الاهتمام بتنمية عناصر اللياقة البدنية بحيث لا يمكن الاهتمام بعنصر على حساب الآخر، يعني بمعنى أصح ما ينفعش اهتم مثلا بالقوة والتحمل واهمل الرشاقة والمرونة والتوازن والكلام ده، لا لازم أنا اهتم بجميع العناصر اللياقة البدنية. بعد كده عندنا الاهتمام بتمرينات المرونة المفصلية والإطالة العضلية، التدريبات على تفادي الإصابات طبعا خصوصا بقى لحظة السقوط، بندرب اللعيبة ازاي تقع صح عشان ما تتعرضش لإصابات، الاهتمام بالراحة الكافية زي النوم طبعا لازم اللاعب ينام ويرتاح بعد التدريبات، عشان طبعا السهر والكلام ده كله بيأثر بشكل كبير جدا على اللاعب يعني بيزود فرص تعرض اللاعب للإصابة، مراعاة الحالة النفسية للاعب، عدم إجبار اللاعب على المشاركة وهو غير مهيأ نفسيا أو بدنيا أو ذهنيا، الطرق الوقائية للحد من تعرض اللاعبين للإصابة، عندنا طبعا الوقاية من خلال الإحماء الجيد والمناسب للنشاط الرياضي، عندنا الوقاية من خلال اللياقة البدنية العامة والتخصصية لطبيعة النشاط الرياضي، الوقاية من خلال تدريبات القوة، الوقاية من خلال تدريبات التحمل، الوقاية من خلال تدريبات المرونة، الوقاية من خلال الأداء المهاري. فكل دي طبعا طرق بتقلل او بتساعد اللاعب في الحماية من التعرض للإصابات. كمان عندنا بعض الأسس الوقائية اللي المدرب بيكون له دور كبير جدا في الحد منها، زي مثلا زي ما اتفقنا من شوية تخطيط وتنفيذ الأحمال التدريبية على الأسس الفسيولوجية السليمة، ده من دور المدرب في الحد من أو في توفير الوقاية والحماية للاعبين من التعرض للإصابات. زي ما اتفقنا الإحماء طبعا لازم يتم بشكل صح، لازم ياخد وقته بشكل كافي، ياخد مثلا من 15 ل 20 دقيقة قبل التدريب أو قبل المباراة. طبعا الإحماء يكون مناسب لطبيعة النشاط الرياضي، يعني لازم يكون الإحماء ده على العضلات أو بيناسب العمل العضلي اللي هيتم إجراءه خلال المباراة، تمام، بحيث إن العضلة ما تتعرضش لمفاجأة أو تكون مش مهيئة لأداء النشاط ده فبالتالي تتعرض للإصابة، فعلشان كده الإحماء مهم جدا. لازم يكون في تنافس بين خصمين أو فريقين يكونوا يعني قريبين لبعض في المستوى، ليه بقى؟ لأن الشخص الضعيف هيحاول إن هو يعوض ده عن طريق إن هو هيبقى تدخلاته عنيفة، مش هيبقى عنده تحكم في انفعالاته أو في السلوك بتاعه، فبالتالي هيتعرض للإصابة وهيعرض اللاعب المنافس بتاعه لإصابة. كمان عدم السماح للاعب أو عدم السماح للمصاب إن هو يرجع تاني لممارسة النشاط الرياضي بتاعه حتى لو كان إصابته بسيطة، لا لازم يتم أو يكتمل شفاؤه بنسبة 100%
وبعدين يرجع تاني لممارسة النشاط الرياضي. الاهتمام بالإعداد البدني زي ما اتفقنا، التدرج بالتمرينات من السهل للصعب، ما ينفعش نعمل وحدة تدريبية أو نعمل تمارين حتى في التأهيل، الكلام ده برضو ما ينفعش نعمل تدريبات صعبة على يعني على قدرة اللاعب، ما يقدرش ان هو يأديها، لأن طبعا اللاعب لما بيتعرض لإصابة بيفقد حالته أو بيفقد التوافق العضلي العصبي عنده بيقل، فبالتالي طول ما التوافق العضلي العصبي قليل، حتى احنا كمان لما بنتكلم على الوقاية من الإصابات بنقول الاهتمام بالتوافق أو بتمرينات التوافق العضلي العصبي. فالتوافق العضلي العصبي ده لما استخدم تمرينات من السهل، تمرينات سهلة وبعد كده أصعب شوية وبعد كده أصعب شوية، اولا التوافق العضلي العصبي هيتم تطويره وتنميته، كمان العضله انا بكلمك على التاهيل الاصابات، كمان العضله بتقوى حجمها بيزيد الكلام ده كله، فبالتالي بتدرج بقى في التمرينات من السهل للصعب. عندنا كمان لازما اللعيبه تتعلم ازاي تسقط على ارضيه الملعب، خصوصا لو اللعيب ده حارس مرمى مثلا في كره القدم، لازم انا اعلم اللعيبه الاحتكاكات في المباراه تتم ازاي علشان اللاعب بتاعي ما يتعرضش للاصابه. كل دي طبعا حاجات المدرب بيكون له دور كبير جدا في الوقايه منها او في الحد من تعرض اللاعبين للاصابه دي. طيب عايزين بقى الطرق الوقائيه للحد من تعرض اللاعبين للاصابه، احنا قلنا 6 طرق، قلنا الوقاية من خلال الإحماء الجيد، قلنا الوقاية من خلال اللياقة البدنية العامة والتخصصية اللي هي اللياقة العامة العام والخاص يعني للنشاط الرياضي اللي اللاعب بيأديه، وقلنا التدريبات القوة والتحمل والمرونة والأداء المهاري. طب عايزين نوضح الكلام ده، عايزين نعرف يعني ايه الكلام ده كله، احنا عرفناه عناوين بس الشرح بتاعه بقى ده اللي هنعرفه دلوقتي. تمام، بس الاول خليني اقول لك ان الكود اللي هتسجل بيه حضورك في محاضره النهارده هو 2023، والسؤال بتاعك هيكون هو طرق الوقايه من الاصابات الرياضيه، هتكتبها في ورقه وهتكتب اسمك وهتكتب الكود وهتكتب اجابه السؤال وهتصوره وهتبعته على الواتساب، طبعا هتكتب بقى الاجابات بالشرح زي ما احنا هنشرح دلوقتي. احنا عندنا اول حاجة الاحماء الجيد، طبعا الاحماء الجيد ده من العوامل المهمة جدا في الوقاية من الاصابات الرياضية، علشان كده لازم نهتم بيها، لازم نهتم باطالة العضلات، لازم نهتم بالاوتار، لازم نهتم باي حاجة هتشترك في ممارسة النشاط الرياضي، سواء عضلات، اربطة، عظام، اوتار، ايا كان، لازما اهتم بيه عن طريق ان انا اعمل احماء جيد علشان اسخن وعلشان اهيئ الانسجه دي كلها لممارسه النشاط الرياضي اللي اللاعب هيأديه. وطبعا الاحماء بيختلف على حسب درجه الحراره، بمعنى ان الاحماء او التسخين في الشتاء والجو برد غير الاحماء والتسخين في الصيف والجو حر. يعني مثلا الإحماء مدته ما تقلش عن 20 دقيقة. طبعا الإحماء مثلا قبل الماتشات بينقسم لجزئين، بيكون في إحماء اللي هو عبارة عن إحماء بدني، وبيكون مثلا في إحماء وتسخين عن طريق التدليك للعضلات. تمام، فكل دي وسائل إحماء بتتم قبل الماتشات وقبل التمرين. لازما التمرينات تكون مناسبة لطبيعة النشاط الرياضي، يعني مثلا ماتش كرة قدم هيبدأ فلازم يكون في الإحماء تصويب على المرمى، لازم يكون في تمريرات، الكلام ده كله على حسب بقى النشاط الرياضي، سواء سلة، يد، طايرة، الكلام ده كله. وكمان لازم نتدرج في التمرينات الخاصة بالإحماء من أعلى أو من أسفل على حسب طبيعة النشاط الرياضي الممارس. يعني مثلا لو أنا لاعب كرة قدم فأنا هبدأ الإحماء بتاعي من أسفل لأعلى، الأول هعمل إحماء على الرجلين، أعمل إحماء على الجذع، أعمل إحماء على الذراعين، الكتف، الكلام ده كله، فأنا لازمًا أهتم بجميع أجزاء الجسم من خلال الإحماء الجيد، ودي كانت النقطة الأولى اللي هي الوقاية من خلال الإحماء الجيد أو المناسب
للنشاط الرياضي. تاني نقطة وهي الوقاية من خلال اللياقة البدنية العامة والتخصصية لطبيعة النشاط الرياضي. طبعا عندنا مستوى اللياقة البدنية طول ما هو مرتفع، طول ما اللاعب محافظ على نفسه، موفر الحماية لنفسه من التعرض للإصابات، فطول ما اللاعب لياقته البدنية مرتفعة مفيش إصابات، أو بتقلل فرصة تعرض اللاعب للإصابات. ولكن لو اللاعب حالته أو لياقته البدنية ضعيفة أو قليلة، فده بيزود فرص تعرض اللاعب للإصابة. فلازم يبقى فيه تنمية، أو لازم يبقى فيه توازن بين جميع عناصر اللياقة البدنية. ما ينفعش أشتغل على عنصر وأهمل العنصر التاني، ما ينفعش أشتغل على الرشاقة وأهمل المرونة، ما ينفعش أشتغل على القوة وأهمل التحمل. لا، لازم أدي كل عنصر من عناصر اللياقة البدنية حقها. النقطة اللي بعد كده وهي الوقاية من خلال تدريبات القوة. عندنا طبعا تمرينات القوة اللي هي القوة العضلية. لما اللاعب بيأدي تمرينات أو تدريبات لزيادة أو تنمية القوة بتاعة العضلات بتاعته بشكل مستمر وبشكل منتظم، وطبعا بيكون بشكل متدرج أو بشكل يعني منتظم، ده طبعا بيقلل أو بيساعد على الوقاية من الإصابات العضلية. طول ما العضلة قوية، طول ما الشخص الرياضي قادر على التحرك بسرعة، قادر على إن هو يتعرض للاصطدام أو الاحتكاك، وطبعا كل ده مش هيأثر عليه، وكمان بيزود من ثبات المفصل بتاعه. وكلنا عارفين طبعا إن القوة العضلية ديت من أهم القدرات البدنية والحركية اللي بتأثر على مستوى أو بتأثر على أداء اللاعب في ممارسة الأنشطة الرياضية بمختلف أنواعها، تمام؟ ومن العناصر الأساسية ومن العناصر المهمة جدا في أي رياضة، فعلشان كده لازم نهتم بتنمية القوة العضلية. نيجي للنقطة اللي بعد كده وهي الوقاية من خلال تدريبات التحمل. طبعا التحمل، في عندنا تحمل عضلي، في عندنا تحمل دوري تنفسي، فطبعا كل ده لازم اشتغل عليه، كل ده لازم اهتم بيه علشان ازود او احقق ان اللاعب يكون عنده قدرة على التحمل، فبالتالي هيقلل من نسب تعرض اللاعب للإصابات الناتجة عن التعب او الارهاق او الاجهاد. فطبعا طول ما اللاعب عنده قدرة على التحمل فرص اصابته هتقل. النقطة اللي بعد كده وهي الوقاية من خلال تدريبات المرونة. طبعا عندنا تدريبات المرونة المقننة اللي بتتم على أساس صح وأساس سليم، وده طبعا بيرجع ليه المدرب الكفء زي ما اتفقنا. طبعا ده بيزود المدى الكامل لحركة المفصل، فطبعا ده بيخلي اللاعب عنده قدرة على الاحتفاظ بزيادة مرونة المفاصل، وبالتالي بيقلل من فرص التعرض للإصابة. وكمان عندنا تمرينات المرونة السلبية والإيجابية، دي طبعا بتحقق الإطالة أو بتزود المطاطية للأربطة والعضلات، فطبعا كل ده بيقلل من فرص تعرض اللاعب للإصابة. نيجي بقى للنقطة اللي بعد كده وهي آخر نقطة في طرق الوقاية، وهي الوقاية من خلال الأداء المهاري. طبعا عندنا الوقاية من الإصابات يعني ما بتعتمدش على اللياقة البدنية بس، لا، هي بتعتمد كمان على إتقان الأداء المهاري. ليه بقى بتعتمد على إتقان الأداء المهاري؟ لأن اللاعب لما بيوصل لمرحلة الآلية في الأداء المهاري، أو بيوصل لمرحلة الإتقان في الأداء المهاري، فده بيقلل من بذل جهد أو بيقلل من التدخلات العنيفة اللي بيلجأ ليها اللاعب اللي هو مهاريا ضعيف. فبالتالي كمان لما اللاعب بيوصل لمرحلة الإتقان بيتعب، يعني بعد أو علامات التعب ما بتظهرش عنده بدري، لا، بيكون عنده قدرة على التحمل، وبيكون عنده قدرة على استكمال المباراة بدون أي تعب، فبالتالي ما بيلجأش للتدخلات العنيفة أو الكلام ده كله. فبالتالي الإتقان الأداء المهاري بيقلل أو بيوفر الحماية من التعرض للإصابات.
بالنسبة للعيبة. بكده نبقى خلصنا طرق الوقاية بالنسبة للإصابات الرياضية. ممكن نتكلم على مرحلة الإصابة. عندنا مرحلة الإصابة، عندنا أول مرحلة اللي هي مرحلة الالتهاب. عندنا مرحلة الالتهاب ديت بتحصل أول ما اللاعب يتعرض للإصابة، وبيحصل تلف لبعض الخلايا، وبيحصل زي تمزق في الغشاء المبطن للخلية، فبالتالي بيحصل نزيف دموي نتيجة تهتك بعض الأوعية الدموية، فبالتالي بيخرج بقى أو بيحصل النزيف اللي هو عبارة عن خروج الدم من الأوعية الدموية، فده طبعا بيسبب النزيف وبيحصل احمرار في لون الجلد أو بيتغير لون الجلد، وبعد كده بقى بيحصل تجمع في الصفائح الدموية، وبعد كده بتخرج الإنزيمات. فكل دي طبعا في مراحل الإصابة. وطبعا من أعراض الالتهاب ده التورم والألم والاحمرار. يعني مش عايزين ندخل في مراحل الإصابات بشكل كبير، إن شاء الله يكون في محاضرة كاملة عن مراحل الإصابات، وهنكتفي بالأسس الوقائية في محاضرة النهاردة. وإن شاء الله أشوفكم المحاضرة الجاية على خير، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا بأكبر قدر من المعلومات من خلال المحاضرة بتاعتنا.